كلهم ديجيتال. هل عندكم طريقه كده ولا حولتوا الديجيتال؟ صباح الخير او مساء الخير على حسب هنشوف الفيديو ده امتى. فيديو جديد الموضوع المره دي عن نظام الجورنالينج سيستم. ازاي بكتب الملاحظات وازاي باخد الملاحظات بشكل ورقي فيزيكال مش بشكل ديجيتال. تكون معاها القلم كده وتكتب. الفيديو الغرض منه ديسكليمر كده انسبيريشن للناس اللي مهتمه تعرف ان هي ازاي تنظم النوتس بتاعتها، تمام؟ وده مش معناه ان انا بعمل كل الحاجات دي بالحرف الواحد او بعملها كل يوم في التخطيط، وفي نفس الوقت برضو مش معناه ان انا اكتملت المعرفه في الموضوع دوت او يعني نظمت الموضوع تماما. فلو اي حد عنده اي ملاحظه لها علاقه بازاي اعمل السيستم ده يكون مور افيشنت قولوا لي، وما عنديش يعني اي مشكله في ده. زيس نوت بوكس دي عباره عن ان انا اول حاجه النوت اللي هي بكتب فيها الحاجات اللي هي مش الحاجات اليوميه، لا اللي هو زي مثلا الجانر بتاعي بس الاسبوعيه، تمام، والشهريه والسنويه. واحيانا طبعا يعني السنويه بتكون خلصت يعني هي بس اختي لسه صغيره، وساعات بقى اللي هو يعني ايه بكتب فيها حاجات انا مثلا عايزه اخدها لنكست ستيبس لحاجات كبيره. فمثلا عايزه اعمل مثلا تغيير في سيستم القناه من حيث اللوجو وال انواع الفيديوهات والموضوعات، وعايزه احط الكونتنت اللي انا اعمله الفتره الجايه اللي هو مثلا عامل مثلا 10 موضوعات 1 2 3 4، وهقترح مثلا عليكم اسماء حاجات مثلا في مثلا الفيديو بتاعي الوثائقيات دي. ساعتها مثلا بعمل صفحه واسميها الوثائقيات اللي سمعتها، افلام اللي سمعتها، ف وبعمل مثلا حاجه ليها علاقه مثلا باماكن عايزه اروحها. هي النوت بوك دي بقى يعني للحاجات اللي انا عايزه افتكرها وما انساهاش، وفي نفس الوقت هي حاجات مهمه، وفي نفس الوقت فيدباك او ريفليكشن او اعاده تقييم لكذا حاجه بقى، يعني للاسبوع للشهر للحياه، لحاجات حبيتها حاجات ما حبيتهاش، يعني زي يعني نوت بوك انا عايزه ابص عليها ايه كل فتره، يعني عشان كده ايه بخليها يعني هارد كده شويه، تمام. في بقى النوت بوك دي، النوت بوك ديت عندي بقالها سنتين بس ما خلصتهاش بسبب ان انا ما عادش بعمل العاده دي شويه، وهي النوت اللي بتكلم فيها بقى عن حاجات ليها علاقه مثلا يعني مثلا انا زرت مثلا شوفوا دي كانت معبد فيلا، وكانت تذكرة معبد فيلا، فمثلا التذكرة بتاعتها مثلا عايزة احتفظ بيها دايما فبحطها هنا. مثلا تذكرة حديقة فريال كانت في أسوان احطها هنا. سافرت مثلا بالقطر في مكان مثلا عمري ما روحت احطها هنا. الرحلة مثلا وانا مسافرة في بيتنا كانت رحلة كويسة فبحط التذكرة. او ممكن لو حد مثلا جاب لي حاجة مثلا او كانت معايا وردة حلوة فمش عايزة ارميها، ممكن الورد دي كانت بقالها تقريبا سنه ونص او حاجه واكتر احطها هنا، حتى لو بشكل بدائي كده. وساعات الاول خالص كنت مخليها ان انا بكتب ان النهارده مثلا كان يوم يعني بشكر ربنا عليه مثلا لكذا كذا كذا، فكانت زي نوت صغيره كده معايا مش عايزاها تزهقني، اللي هو بس ايه نوت نوع من الشكر او نوع من الامتنان. مش بستمر فيها دلوقتي قوي لان ساعات كنت بكتب الحاجات بكتبها هنا، تمام، يعني لاني ساعات بكتب الحاجات بتاعت اللي هنا بكتبها هنا او هي بتتكتب هنا اوريدي يعني مع حاجات الاسبوع وكلام من ده. النوت الثالثه انا بصراحه من زمان عايزه اخليها نوت منظمه جدا ونوت محدده علشان بحيث ان انا معيش الاثنين دول او معيش دول او غيرهم، يبقى دي هي اللي معايا اكتب فيها اهم الافكار اللي انا عايزه اعملها في الفتره دي لما مثلا اكون مسافره، او اهم حاجه عايزه اعملها مثلا وانا يعني مخليها مثلا ايه لحاجات انا بلاحظ فيها نفسي وبلاحظ فيها ردات فعلي وبهتم فيها ان هي تكون لحاجات محدده وتكون لفكره انا خايفه انساها
وعديها في بين ال... عديها في الديجيتال نوتس او عديها في ال... في النوتس الكبيره او في الاوراق، فبحطها هنا. عندي نوتس لها علاقه اللي هي نوتس كده ورق عادي بيبقى سكتش صغير كده، بتبقى الديلي نوت بوكس بقى، اللي هي تبقى مثلا الديلي بلانر، بمعنى ان انا اكتب فيها مثلا النهارده عايزه اعمل 1 2 3 او النهارده بكره 1 2 3، و بكتب او بحط النوتس ديت في ال... في الديجيتال نوتس بتاعه الايفون وبرجع امسحها تاني. بس بحب اكتبها في الغالب افضل. يا سلام بقى لو قعدت امسح بقى وان انا عملت كل ده، طبعا مش بيحصل، بس يعني دي النوت الرابعه. اربع نوت بوكس. النوت بوك الخمسه هي في الغالب للورك شوبس والكورسات الخارجيه، بمعنى مثلا لو انا مثلا عندي تدريب او عندي ورشه عمل او حاجه، بس هي ورشه عمل مهمه وانا عارفه ان هي ليها علاقه بدراستي وليها علاقه باهتماماتي، باخد النوت بوك مثلا، بتكون نوت بوك معايا مش هسافر بيها يعني، بتكون النوت بوك دي للحاجات دي. بتخلص بعمل واحده زيها، وبتكون في الغالب برضو هارد كفر، بحيث ان هي ما بتكونش سكتش يعني ورق يتقطع، علشان ما يتقطعش منها ورق، عشان الورق بيتقطع معايا، او ما تكونش الورق اللي هو بيتخلع. حاجه زي كده، ده كشكول ورقه كده اسود، ده انا بكتب فيه، ده ورق عامل زي ورق دشت كده، بكتب فيه حاجات يعني زي اي حاجه تيجي على عقلي وبسرعه، مش عايزه افكر في تنظيمها ازاي ولا اي حاجه، بس انا في يوم من الايام هحولها ديجيتال، حاجه كده زي اللي هو ايه بيني وبين نفسي يعني. تمام. مش مراعيه فيها الخط ولا الشكل ولا النظام، عشان كده بجيبها ورق كده عامل كده، بحيث ان انا ايه اكتب براحتي بانسيابيه بدون اي توقف. عندي بقى نوت بوك كده تقريبا السبعه، دي تبقى المحاضرات والجامعه وكده، بتبقى يعني بس مخصصه مثلا للسمستر ده، السمستر مثلا الاول، السمستر الثاني نوت بوك دي، والنوت بوك الترم الثاني وهكذا. النوت بوكس بتاعت في الغالب بتاعت المحاضرات دي مش بتخلص منها بعد كده، لان في نوت بوكس بتخلص منها، زي مثلا اللي هي بتاعت التو دو ليست مثلا، ان انا اعمل 1 2 3 في اليوم، دي بتخلص منها بعد كده بعد ما تخلص، لانها بتكونش يعني فيها حاجه مهمه قوي، او اي حاجه مهمه فيها بنقلها مثلا للنوت اللي هي محتاجه احتفظ بيها. في بقى نوت ثانيه ليها علاقه بالكتب، بكتب فيها الملحوظات المهمه من الكتب اللي قريتها واللي ما حولتهاش ديجيتال، او الكوتس، او حاجه عايزه اخليها مثلا في شكل. في بقى نوت بوك لليوتيوب، بمعنى اني بكتب فيها اي حاجه عايزه اعملها للكونتنت، تمام، في شكل بشكل مخطط، سواء افكار لدلوقتي او لبعد كده. في بعد كده بقى النوت بوك بعملها للكورسات الاونلاين، بمعنى اني لو مثلا هاخد مثلا كورس مع مكان اونلاين، او كورس على منصه اونلاين او بوكس او كده، بتبقى الكورسات الاونلاين. نوت بوك للناس اللي هي مثلا بتدرس، ولو او الناس اللي هي مهتمه بموضوع معين، بتبقى نوت بوك للموضوع اللي انا مهتمه بيه ده، وبقلبها من الجنبين، جانب كده من ورا بيكون عملي وجانب نظري، بس يعني انا مش ملتزمه بالنقطه دي شويه، بس اتمنى ان انا يعني اطبقها، بس انا كنت عاملاها للخطه ديت. وفي بقى نوت بوك بقى للشغل، بمعنى ان انا مثلا لو في اجتماعات، لو في حاجه بكتبها فيها، بس في الغالب يعني دي بقت يعني مش بتكون مشغوله قوي، لان بكتب كل حاجه ديجيتال يعني نوت بوك للشغل، وساعات بتكون متقسمه على حسب كذا حاجه يعني، بس بيكتب فيهم ورقتين ومش بيكملوا يعني، وكل النوتس دي يعتبر موجوده معايا قد كده، بس مش بتكمل يعني، بفضل بس اتحرك بيهم وخلاص، او اللي هو ببقى عايزه اخلص منهم واخليهم كلهم ديجيتال. هل عندكم طريقه لكده، وهل اتحولتوا للديجيتال تماما، ولا لسه مستمرين في ان انتوا يعني تكتبوا فيزيكال، خاصه الحاجات اللي ليها علاقه مثلا باللي انا قلت عليه، اللي هو اكتب اي حاجه تجيلي في نفس اللحظه، او ان انا اكون بعمل حاجه مثلا يوميه او اسبوعيه. كنت عاملة حاجة برضو ليها علاقة بان هي تكون نوت دينية او كده، بس يعني مش مواظبتش فيها، ودي اساسا كانت عبارة عن ان هي بتكون حكم من كتب تزكية النفس، او كوتس، او كلمات معينة عايزة ارجع لها مثلا لما تكون الدنيا بتضيق او كده،
زي مثلا حاجات ارجع لها، مثلا لو بسمع جلال الدين الرومي، او لو مثلا قرأت حاجة مثلا لابن القيم، معروف عنه ان هو يعني بيبقى ليه حكم ممكن الانسان يرجع لها، يعني يعني بتخلصي وفي نفس الوقت بتفضل موجودة، وفي نفس الوقت انا تلاقيني بكتب يعني حكم او كوتس في نوت مختلفة. فتبصي مثلا تلاقيني كاتبة هنا مثلا في اول صفحة تلاقيني كاتبة حاجة، او هتلاقيني مثلا كاتبة هنا مثلا وانا بفتتح المكان ده بتلاقيني كاتبة مثلا كلمات مثلا لنفسي او كوت انا قريتها وشعرت قد ايه ان هي كوت مهمة. كنت بعمل نوت بوك لكتاب لوحده، يعني كنت مثلا كتاب لوحده كنت اعمل له نوت بوك كاملة، بسبب ان من كتر ما الكتاب حلو ومن كتر ما الكتاب فيه تفاصيل كتيرة، وساعات كمان بيكون الكتاب كبير، ساعات الكتاب بيوصل 400 صفحة كده، وكل تفصيلة في الكتاب انا مهتمة بيها وانا عايزة ارجع لها وعايزة بعد كده اعملها موضوع معين يعني، فبخلي له نوت بوك لوحدها، مثلا اسميها نوت بوك مثلا باسم الكتاب او كذا. تمام. وفي الاخر كل النوت بوكس دي بتبقى عليا حمل. في النهاية قولوا لي بقى، انتم شايفين ان يعني مسألة ان الواحد يتحول لديجيتال افضل ويخلي كل حاجة ديجيتال، ولا يوازن ما بين الديجيتال والفيزيكال، خاصة بقى لو حد مثلا بيتحرك كتير، لو حد بيبقى عنده نوت كتير او كده ويبقى خايف عليها تضيع، وكمان ان برضو الكتابة الورقية بتاخد وقت برضو، والواحد بيرجع يحولها ديجيتال عشان خايف عليها او هكذا يعني. فقولوا لي انتوا ايه النوتس بتاعتكم، وازاي بتحولوا النظام بتاعكم من ورقي لديجيتال، خاصة ان انا بدأت احول حاجات كتيرة لديجيتال. ممكن ابقى اعمل فيديو عن كده بإذن الله. سلام. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وكومنت بالجورنالينج سيستم اللي عندكم وايه خطتكم للجورنالينج الفترة الجاية. يلا سلام.